اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثانيه فقره مختلفه في فكرتها وفي مضمونها وفي تفاصيلها. هي اشياء لا تشترى، زي ما كنا بنتكلم على قصيده في حب الاهلي. لكن الفقره القادمه، بما ان احنا النهارده معانا بنت من بنات النادي الاهلي وبنت مصريه لكن على طريق العالميه، كابتن اللي حققت رقم قياسي في الغطس لاكثر من حوالي 56 ساعه تحت الميه. كابتن ريم اشرف، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي ومنوره النهارده في بيوتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. برضه معانا ضيوف مهمين جدا، لان بالتاكيد دور ريم يعني مش كلاعبه فقط، لكن كمان في دور اجتماعي للاسره وفي دور فني كمان للكابتن، اللي بالتاكيد من خلال التيم وورك والفريق العمل اللي كان معاها خلال الفتره الماضيه. برحب بوالدها الاستاذ اشرف محمد فوزي. اهلا بيك يا استاذ اشرف. اتشرفت. اهلا بيك يا فندم. برحب ايضا بالكابتن السيد حسن مدرب الغطس، واللي كان مصاحب لريم في فتره الغطس اللي خاضتها تحت المايه خلال الفتره الماضيه. اهلا وسهلا. اولا فقره مختلفه وفيها تفاصيل كثيره، لكن قبل ما نبدا الفقره الحواريه نخرج الى تعليق صوتي وتقرير عن ريم اشرف تحت عنوان بنت مصريه على طريق العالميه. ضيف حلقه اليوم، بمجرد الحديث عنه سيعتقد البعض أننا نتحدث عن شخص عاش سنوات طوال من أجل تحقيق حلم كان يسعى إليه ويخطط له وينفذه بمنتهى الدقة. ضيف حلقة اليوم بنت استطاعت أن تكتب اسمها في التاريخ مبكرا عندما حققت رقما قياسيا كأطول غطسة في التاريخ، فقد نجحت في البقاء تحت الماء لمدة تجاوزت 56 ساعة. ريم أشرف محمد فوزي عمرها 14 سنة، في الصف الثالث الإعدادي، بنت النادي الأهلي، تعيش حاليا في شرم الشيخ. مارست الرياضة في سن 5 سنوات، عرفت طريق البطولة مبكرا، لديها من التحدي والعزيمة والإرادة والوعي ما يكفيها للوصول إلى العالمية منذ الصغر. غطسة ريم تمت وفقا للمعايير الدولية وباستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية لتغطية الحدث حتى لا يشكك أحد في مصداقيتها. من هنا يجب أن نذكر دور الأسرة التي أسهمت بشكل واضح في الوصول إلى هذا الإنجاز الذي يصعب على البعض تحقيقه. الغطس ليس الرياضة الأولى أو الوحيدة التي تمارسها ريم، فبرغم أنها حققت رقما قياسيا كأطول غطسة في التاريخ، إلا أنها كانت لاعبة كاراتيه مميزة في فريق النادي الأهلي، فازت بالمركز الأول في بطولة القاهرة لمدة 3 سنوات. الاسكواش والجمباز أيضا من أهم الرياضات التي تمارسها ريم، إلى جانب هوايتي العزف على البيانو والرسم. هنا يجب أن نسأل أنفسنا، كيف تنظم ريم حياتها؟ كيف أعدت نفسها؟ ما هي التحديات التي واجهتها خلال المنافسة على لقب صعب المنال؟ حوارنا مع ريم سيكون شامل، سيتطرق إلى كافة الأمور، بداية من ممارستها للرياضة مرورا بالصعوبات التي واجهتها قبل تحقيق الرقم القياسي. ما هي طموحاتها في الفترة المقبلة؟ نهاية بآخر مستجدات أزمة عدم انضمامها لموسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية. ريم أشرف بنت مصرية على طريق العالمية. أهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير أو صوتي اللي فيه تفاصيل كثيرة جدا متعلقة بمضمون هذه الفقرة ومحتوى هذه الحلقة مع كابتن ريم أشرف. أولا ريم، عايز أسمع تعليقك على هذا التقرير، وفي تفاصيل كثيرة تتحدث عن مشوارك حتى هذه اللحظة. لا جميل جدا، تسلم إيديكم، فعلا حلو قوي. استاذ اشرف، كنت عايز تقول لي حاجه متعلقه بهذا التقرير؟ يعني انا لقيتك اتاثرت وانت بتسمع. ممتاز التقرير. ممتاز. وفكرتني يا ريم لما كانت بتلعب كاراتيه، كنت بحب اتفرج على اوضاعها وهي قصيره جسمها صغير كده، اوضاعها كانت جميله جدا، كنت بحب احس ان انا اكن يعني بسمع اغنيه عايزه تعيد وتعيد، مش عايزه تبطل يعني. فبصراحه فكرني ورجعني يعني ايام جميله بصراحه. متشكرين جدا، تقرير ممتاز. لا ده حققها يعني. طبعا كنا نتمنى نقول ان كمان الرقم بتاعك دخل موسوعه جينيس العالميه، لكن ده جزئيه اكيد هنستفيد ونتحدث فيها في حوار النهارده. لكن ابدا معاك يا ريم، بما انك انت صاحبه هذا الانجاز، فكره انك تنزلي تحت الميه وتحققي رقم قياسي
يعني انت وصلت رقم 56 ساعه وده رقم قياسي، يمكن تعديتي لاعيبه استراليه كانت عملت حوالي 51 ساعه اسمها كريستيان كويل، لكن انك 56 ساعه تحت الميه، الفكره جات لك منين؟ وبعدين انت غيرتي اكثر من لعبه الفتره الاخيره، بدات بلعبه الكاراتيه داخل النادي الاهلي ثم دلوقتي غطس. احكي لي بقى، الناس كلها عايزه تسمعك. الاول هي فكره الغطس خالص بدات كانت من بابايا، ان هو كان بيغطس، الموضوع عجبني فانا غطست معاه وقررت ان انا ادخل في الموضوع بنفسي. بعد كده بدات التمرين مع كابتن سيد، هو مرني 6 شهور بالظبط لغايه اما احنا يعني اول انا بحب ابقى متميزه في اي حاجه انا بعملها، فاحنا كنا قاعدين بنتكلم في اي حاجه انا ممكن اعملها تكون ما اتعملتش قبل كده يعني تكون جديده. فاحنا استقرنا على الريكورد ده وبدات التدريب بقى من ساعتها، ان انا بتمرن ان انا اقعد اوقات كتيره تحت الميه، ان انا يطلع عليا صبح وليل في نفس الوقت، ان انا ازاي اشرب وازاي امارس الحاجات اللي انا كنت بمارسها في نفس في الايفنت نفسه. تمام. طيب في تفاصيل كثيره، يعني انت عشت تحت ما يقرب من اكثر من يومين وكم ساعه، ده انت قربت تخش في 3 ايام تحت الميه، حياه صعبه، اكل وشرب وحاجات كتير جدا ممكن تتقال. لكن اروح لوالد كابتن ريم استاذ اشرف، يعني فكرتها نفسها انت ما خفتش عليها لما تقعد كل المده الزمنيه دي وهي داخله هذا اقول ايه؟ تماما شايفها حاجه صعبه؟ لا انا كنت قلقان، لا هي يصيبها ياس يعني في فتره من فترات، لان الفتره طويله هي صغيره، السن ده بيبقى واخد على انه يجري ويلعب ويتنطط، بيبقى يعني بالليل بينام في حضن ابوه امه، فتخيل ان هو يومين او 3 ايام يعني الموضوع مش سهل. ولكن بصراحه انا اول مره في حياتي اتخيل انها ممكن تعمل كده يعني تتحدى نفسها. الحاجه الثانيه ان يعني ريم احنا كنا بنتابعها على الشات الكاميرات فوق، كنا عندنا بننقل من السطح من القاع للسطح، فكنت على طول برايبها من كتر القلق، كنت بحاول ابعد نفسي عن الكاميرات لان كل ما باجي ناحيه الكاميرا ببقى بيجي لي احساس يعني ربنا يستر، هل ممكن تطلع دلوقتي؟ معقوله ممكن تطلع دلوقتي؟ لكن بصراحه خيبه ظني ايه الجميع. انت قلقان عليها عشان تطلع ولا قلقان عليها عايزها تكمل تحت؟ انت ما بين الاثنين يعني، عايزها تعمل رقم قياسي هي وخايف وعايزها تطلع. بالظبط، هي عايزه تنجح وتعبت بصراحه. اللي ريم عملته انا بقول لها انا 20 سنه خدمه عسكريه عمري ما اقدر اعمله، مستحيل. طيب كابتن سيد حسن، انت حضرتك مدرب غطس ومميز جدا في هذه اللعبه وفي هذا الاداء التكتيكي بالنسبه للعبة الغطس، ان برضه اي لعبه اكيد فيها اداء تكتيكي وفيها شغل فني بتشتغل عليه. اشتغلت ازاي معاها كناحيه فنيه بقى، ان هي ازاي تستعد الادوات اللي معاها، الاكسجين اللي ممكن تنزل بيه عشان تقعد في الميه لاكثر وقت، ازاي بتغيروا المعدات، كمان مساله التصوير تحت الميه، واحنا قدامنا لقطات ليها تصوير تحت الميه، انت بتوثق ده كمان عشان لما تحط تاخد الرقم قياسي من موضوع جينيس يبقى عندك كل حاجه موثقه من اول الستارت لغايه الفينش. تمام حضرتك. هو بالنسبه للتدريبات لريم بدات بعد انها بقت غطاسه عاديه لمده 6 شهور، وبعد كده بتبدا لما بدات الفكره ان احنا نعمل موسوعه جينيس وكده، فالتدريبات بتختلف. الغطس العادي كغطاس بينزل ساعه الا ربع ويطلع او ساعه وبيطلع، بيختلف على اللي هتعمله ريم. بدأنا بالراحة يعني واحدة واحدة، على أساس خدنا مدة بتاع سنة ونص، في لأن كان في دراسة برضو في نفس الوقت، ريم كانت بتدرس وكان عندنا جمعة وسبت وكده، وبدأنا معها بساعتين ب3 ساعات ب4 ساعات وكده، لحد ما بدأ اكتمل الوقت اللي أنا حسيت فيها حاجات كتير، يعني حسيت فيها إصرار، في صبر جامد، في هدوء مش موجود في غطاس شفته قبل كده. فده الدافع اللي خلى الواحد يكمل معاها ويثق انها هتوصل اللي هي بتعمله يعني. طب اشرح لي الادوات اللي معاها تحت، يعني الادوات اللي حضرتك اولا كنت حضرتك ذكرت كلمه اكسجين، بس اكسجين ده ما حدش بيغطس بيه، هو بيبقى هواء عادي مضغوط في التنكات، الهواء العادي اللي احنا بنتنفسه هو نفس الهواء اللي بتنزل بيه. في البدايه بتتدرب زي التدريب اللي هو على الشاشه دلوقتي، ده عباره عن التدريبات الاوليه اللي هي
لما كنا بنقعد 6 ساعات و8 ساعات و16 ساعه بالويت سوت، بالسوت البدله اللي هي بتتبل. لما نبدا بنزيد عن كده بتتغير الفكره وبيجي دراي سوت، في سوت بتلبسه ما بيدخلهاش اي ميه جوه، تمام؟ و بيبدا التيم يكبر، عشان انا بقى مش هقدر اتحمل الوقت ده كمدرب لوحدي، لازم نتغير، لان مش هقعد معاها فيما بعد، مش هقعد معاها 56 ساعه. تمام. فكان ليها تيم وتدرب التيم ازاي يتعامل معها، كل واحد بطريقته بالطريقه بتاعته، وهي كانت بليل ونهار يعني. في النهايه كنا بنقعد مع بعض عشان يبقى موضوع كفاميلي يعني، يبقى هي عارفه مين اللي نازل معاها وشافته قبل كده، وموضوع نفسي في النهايه تحذير عشان ما تتفاجئش بحاجه. هي مفيش مفاجآت، لان هي كانت جاهزه قبلها بس عشان تتعود، لان كان الموضوع كله عباره عن ازاي تقضي الوقت ده يعني. تمام. طب ازاي تقضي الوقت ده؟ ريم، انا قدامي في اللقطات المعروضه انتوا بتلعبوا دومينو؟ لا يعني لا يعني انت عشت 3 ايام تحت الميه بقى، بتعملوا حياه بكامله يعني، دومينو واكل وشرب لا احكي لي يعني. الناس اكيد شايفه لقطات قدامنا فيها تفاصيل وفيها حاجات انا اول مره اشوفها بصراحه، والناس كلها يعني انا بتهيألي هذه الفقره مختلفه تماما، وده دورنا هنا في قناه النادي الاهلي، بما انك بنت من النادي الاهلي وبنت مصريه، لا احكي لنا يعني اليوم ده عشتيه ازاي والفتره دي عشتيها ازاي؟ كان في برنامج زمني انا ماشيه عليه عشان الوقت يعدي بسرعه. كنت بلعب دومينوز، كنت بلعب شطرنج، كان في بينج بونج. بينج بونج؟ كنت بتفرج على افلام، وكان في قرايه كتب. كل ده تحت الميه؟ والناس في تاني يوم تقريبا او تاني ليله مش فاكره نزلوا مرجيحه. مرجيحه؟ انت جاي تهزري كده. طيب انا هسالك على موضوع يعني البينج بونج، طبعا اكيد حركه المضرب بتاع اللعبه مع الميه، مارستي اللعبه ازاي؟ هما يعني الدومره ثابته، الشطرنج ثابت. هما كانوا رابطين في المضرب زي حاجه حديد كانت تقيله، واحنا كنا بنلعب يعني كان شغال تحت المايه كويس. وكسبت ولا خسرتي؟ يعني حبه كده حبه كده. هو المهم بالنسبه لك الرقم القياسي. طيب اللي قدامي ده ايه؟ انا شايف كان في دلوقتي زي مفرش او بتشتغل زي ما يكون غزل ونسيج، صح؟ لا لكن احنا كده كنا بنلعب، احنا كنا بنلعب. طيب وده؟ ده فيه زي مشمع 10 في 10، ده المكان اللي انا قاعده عليه، ده اللي فيه حاجاتي اللي انا قاعده عليه ال 56 ساعه كلهم. طيب اكلك وشربك يعني ايه؟ التغذيه بالنسبه لك كانت ماشيه ازاي؟ الاكل الطبيعي اللي في الحياه الطبيعيه فوق، ولا كان تحت الاكل ازاي؟ كان في بتبقى عصاير طبيعيه وميه. هي هم انا بكتب، انا معايا بورد تحت بكتب عليه انا عايزه ايه، البورد بيطلع فوق هم بيجيبوا لي اللي انا عايزاه وبينزلوه لي تحت. طيب لما الدنيا ليلت انا شايف ماسكه كشاف عشان يبقى في نور بالنسبه لك تحت الميه. هو اصلا في نور جاي من فوق، ده كشاف كبير هم عملوه بينور تحت بيخليه اكنه الصبح بالظبط. الدنيا لو من غير الكشاف فوق والكشاف تحت تبقى الدنيا ضلمه بالنسبه لك. هتبقى ضلمه، حتى بالكشاف هتبقى ضلمه شويه يعني، ده عشان اقدر اقعد تحت. كان على العمق قد ايه المسافه دي كلها؟ 6 متر. قوانين الغطسه ما ينفعش اي جزء من جسمي يترفع عن 5 متر الا كده الغطسه انتهت. لكن كان المسافه 6 متر. تمام. وكنت ماسكه علم مصر؟ والشعب المرجانيه؟ ولا المكان ده كان فيه ده كان في غطسه ثانيه. لا دي في غطسه ثانيه. دي في غطسه ثانيه مش نفس الغطسه. بس الغطسه نفسها الايفنت كان على سقاله وطنيه. تمام. طيب استاذ اشرف، انا عايز اتكلم من الناحيه الاسريه يعني. بسم الله ما شاء الله يعني بنتك بالتاكيد، اي اب بالتاكيد بيكون فخور ان عنده بنت رياضيه بهذا المستوى اللائق، ربنا يبارك لك فيها. لكن لعبه العديد من اللعبات الفتره الاخيره، وفي الاخر انتقلت الى لعبه اخيره او لعبه اخرى، لعبه الغطس. شايف تدرجها في هذه الالعاب الرياضيه ثم المرحله الختاميه والمرحله اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، الغطس والرقم القياسي اللي حققته، شايف الفكره ازاي وطموحها هي ازاي كمان، ودور الاسره معاها ازاي انها تساعدها على ده؟ بص حضرتك، هو سوري. بص حضرتك، هو الواحد يعني اتعودنا على اساس ان احنا
شكرا. احنا كده كده بنبذل مجهود، فاحنا لو هنفترض ان انا ببذل مجهود 30 40% 50% انا خليه 80 أو 90%، اتعب شويه سنه ولكن يكون هدف يعني له معنى. حضرتك اخبارك ازاي؟ فاحنا متفقين على هذا المبدا، سيان بقى كانت بتلعب كاراتيه او سيان بتلعب اي حاجه ثانيه. ولكن بالنسبه للغوص كان له حاجه ظروف خاصه خالص، لان احنا بسبب ريم اتنقلنا من القاهره لشرم الشيخ، لان هي كانت عايزه تعمل حاجه، كانت عايزه تبقى غواصه. انتقلت الى شرم الشيخ. ونقلنا المدارس وكل شيء، لان انا اصلا اوريدي كان عندي شويه بزنس يعني هناك، ولكن المين بزنس في القاهره. ولكن هم حبوا شرم الشيخ، هدوءها وجمالها وجوها يعني، فقالوا خلاص احنا نكمل هناك. فبالفعل اول ما بدانا او ما انتقلنا يعني بدانا على طول في برنامج، والكابتن سيد حسن بدا على طول يكثف شغله على اساس ان احنا يعني في الاجازه اللي هي خططت فيها فعلا انها تتنفذ. طب هي ممكن تنتقل عشان تحضر نفسها، لكن اخواتها يعني، حضرتك كنت بتكلم معاك قبل الحلقه، لا اسره وليها اخوات بنات ومتميزين كمان في المراحل الدراسيه، لكن مشاكل. ان الاسره كلها تنتقل لان المكان شرم الشيخ حاجه يعني مدينه مميزه يعني. بص تخيل حضرتك، هي ساحره بصراحه شرم الشيخ، يعني اللي بيسوق حوالي 7-8 ساعات عشان يقعد 4-5 ايام. طب تخيل بقى حضرتك جات لك الفرصه تقعد هناك، في احسن من كده؟ طبعا طبعا اكيد اكيد. فطبعا يعني الواحد رضخ المطالب الجماهير و كل طلباتك اوامر. طيب كابتن السيد، عايزك تكلمني بقى على الناحيه التقنيه في الغطس. اولا ريم لما بدات اللعبه معاك، او تحديدا الفكره ان هي تنزل تغطس، عايزك تكلمني عن 56 ساعه. تمام. النواحي الفنيه اللي انتوا اشتغلتوا عليها معاها، ازاي اهلتها نفسيا واشتغلت معاها من ناحيه فنيه؟ وعايز اتكلم كمان عن الرقم اللي هي كسرته، يعني في لعيبه استراليه اسمها كريستيان كويل عملت 51 ساعه و25 دقيقه. وعلى فكره في فرق شاسع كمان في السن، ريم عندها يا جماعه، ريم عندها 14 سنه. اللعيبه الاستراليه اللي حققت هذا الرقم اللي يعتبر خلاص ريم كسرته عندها 38 سنه. فبنتكلم في يعني عوامل بيولوجيه وفسيولوجيه مختلفه تماما ما بين فارق الاعمار السنيه ما بين اللاعبه الاستراليه وريم البنت المصريه. اتفضل يا كابتن. حضرتك في نقط معينه كنا لازم نركز عليها قوي، اللي هي طبعا من النهار لليل دي هتقعد طبعا 56، هي كانت مقرره 55 ساعه الاول. طبعا هتنام، ففي حاجه اسمها فول ماسك وفي ماسك عادي اللي هو بتلبسه، فلازم تتدرب ازاي تستعمل ده لوحدها. فده خد يعني، انا كنت متخيل بقى ان هقعد معاها شهر عشان اعلمها حاجه زي كده. انا ساعتها اتصلت بسيد العميد اشرف، قلت له انا نزلت من المركب وغيرت ده ورجعت تاني، ورجعنا المركب في 11 دقيقه. يعني انا ما كنتش متخيل انها ممكن بالسرعه دي، لان في، انا متاكد لحد دلوقتي في مدربين غطس ما يقدروش يعملوا الحاجه دي، ينزل من المركب يغير الماسك ده ويلبس ده ويطلع تاني المركب في 11 دقيقه. فكان فيها قدرات انا ما شفتهاش في حد، يعني قويه جدا، بتستحمل، عندها صبر، بتسمع وانا بشرح وبعدين بتنزل تنفذ. تمام. فده كان اهم جزء من الاجزاء اللي هي بتاعت الايفنت اللي هي لازم تعمله، لان عايزه تنام، عايزه تاكل، فلازم تغير من ده لده وكده. وعلمها الصبر، يعني نقعد بقى مع بعض نحاول اي حاجه نقدر. ليه؟ لان كفيزيكال زي ما الدكاتره قالوا وزي ما احنا شايفين طبعا، وزي ما انا شفت في 16 ساعه اللي عملتهم انها طلعت ومشيت وراحت، وبعد 56 ساعة طلعت ومشيت وراحت البيت وراحت صورت وراحت عملت اللي هي عايزاه. إنما صاحبة 38 سنة 4 مارينز شالوها على نقالة ونقلوها ومشوا بيها بعد ما طلعت. تمام كده. إنما دي نمسك الخشبة كده. أكيد طبعا أكيد. الحمد لله، يعني هي أهلت نفسيا كويس جدا، لأن أنا برضه في نفس الوقت في بعض درست برضو حاجات عن النفسية للأطفال في الغطس في إيطاليا، قعدت كورس 3 أسابيع وفي ألمانيا 2 أسابيع، وإزاي أعرف أتعامل مع السن الصغير يعني. ده كده معجزة. أنا بتكلم عن معجزة. تمام تمام حضرتك. فهي أهلت نفسيا لأن للحاجة دي كويس جدا، وهي فيزيكال. فطبعا في دكاترة، دكتور عادل ودكتور أحمد، أكدوا لنا إن كل شيء تمام قبل ما تنزل المية.
وطريقه التغذيه اللي هم عملوها والتدريبات العاديه اللي هي مش محتاجه حاجات بسيطه بس الا صبر بقى ولعب وازاي نتصرف معاها وازاي نقضي الوقت، لان هو فعلا اللي بينزل 3 ساعات معاها من التيم، كل التيم بينزل 3 ساعات ويطلع اتنين، كل 3 ساعات بينزل اتنين ويطلعوا يغيرهم اتنين، بيبقوا خلاص يعني خلصوا اللي عندهم وزهقوا دي بتقعد 56 ساعة. فكنت انا مخلي نفسي على الاقل جوكر، كنت كل شويه انزل اناكف فيها وبتاع صحصح شويه وكده وبعدين اطلع تاني. طيب ريم، وانا بتكلم معاكي في الحلقه اكيد في مواقف كتيره واجهتك في اقول في الرحله اللي انت خضتيها تحت الميه، ايه المواقف الصعبه اللي واجهتك؟ التجربه بشكل عام شفتيها ازاي؟ هو الحمد لله ما كانش فيه مواقف صعبه واجهتني، بس اي الموقف الصعب الوحيد اللي انا كنت خايفه ان هو يواجهني ان انا اياس او ان انا ازهق، ان دي تبقى في حد ذاتها مشكله، ان يعني المفروض ان انا شغله وقتي، ان الوقت يعدي بسرعه وفي نفس الوقت ما يسيبونيش افكر. انا فضلت افكر كتير، هفكر بقى في ان اصل بابا وحشني وماما وحشاني وكده وهزعل يعني هتضايق فهتبقى مشكله. المفروض ان انا الحاجه الوحيده اللي انا كنت خايفه منها ان انا ياس او ازهق. طب ايه اللحظه اللي ما تنسهاش؟ اللحظه اللي كسرت فيها رقم اخر حاجه في الحدث في الايفنت نفسه. لا قبل ما تطلع. لا كانت قبل ما اطلع. قبل ما تطلع من الميه بـ5 ساعات. 5 ساعات. 5 ساعات ونص. كان ما اعرفش كان في صوره او كده، نزل الشباب كلهم نزلوا، التيم كله نزل نط في الميه وكتب لها ورقه ان هي لوحه كبيره ان هي كسرت الرقم. انت ما كنتش عارفه التايم اللي انت فيه تحت، مش عارفه الوقت عدى قد ايه. انا وصلت للمرحله ان انا سبت الساعه وما بقتش ابص فيها. مش عايزه تبصي فيها عشان ما تلاقيش او تتضايقي او تزهقي. لا ببص فيها الاقي مثلا فاضل 16 ساعه يعني. هتقولي ايه الملل ده؟ مش هتكملي. لا كان لازم اكمل. كان عندك تحدي. التحدي والاصرار ده جبتيه منين يا ريم؟ انا عايز ادخل في عقليه بقى بنت عندها 14 سنه وبنت مصريه. التحدي والاصرار ده العقليه دي جبتيها منين؟ قولي. وايه اصل المثال بتاعك فرصه للناس تتفرج عليه عشان تسمع وتستفيد. للامثله اللي زي كريم بجد دي اللي محتاجه تظهر على الشاشه والناس تسمع ليها. فقولي قولي التحدي ده كان جاي لك ازاي والاصرار ده كان جاي لك على اي عقليه؟ ان هم لقوا ان الجينيس قالوا ان انا مش هقدر اعمل كده عشان سني، وان انا يعني جسمي ما يستحملش وكده، فانا يعني كنت بتحداهم. ده تحدي موسوعه الجينيس العالميه. لا بجد الله ينور عليك. وانا يعني انا بحب ابقى متميزه في اي حاجه انا بعملها. طيب ليه اخترت رياضه الغطس؟ ان انا بعد ما جربت مع بابا وغطست معاه حبيت البحر، وان المكان تحت هادي وطبيعه حلوه مش زي فوق بقى دوشه وكده. رغم ممكن سن الاطفال او السن القريب منك بيخاف من الميه، في بيبقى في نوعيات كده كتير، يعني انت ما كانش عندك مشكله في دي خالص، بالعكس انت غامرتي ودخلت اللعبه وشاركتي فيها. بس انا لغايه 11 سنه انا كنت بخاف من الميه. معقوله؟ اه. يعني لغايه 11 سنه كانت بتخاف من الميه وحققت رقم قياسي بالغطس في الميه. لا ده انت وبدات تغطس وهي عندها 12 سنه. لا يا كابتن ده في نقطه ثانيه، هي خايفه من حاجه ثم بتلعب اللعبه دي وبتعمل رقم قياسي. تمام. معجزه. تمام. ده انت كتب فيك كتب. بس خلي بال حضرتك في حاجه مهمه، يعني سبب رئيسي في الموضوع ده طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني عالم بانها تعبت وحب ان هو ما يخذلهاش. اكيد. الحاجه الثانيه يا كابتن سيد، ريم يعني ريم بالنسبه له كان بيقول دي ختام حياه العمليه يعني، وهي كابتن سيد بالنسبه لها لو موجود يبقى لا بابا ولا ماما ولا حاجه، ممكن تكلمنا في التليفونات بس من بعيد مش مشكله، لكن طالما كابتن سيد موجود خلاص. ما ده هروح له في الجزئيه دي، لان اكيد دور الكابتن كمان هو زي دور الوالد بالظبط، لان دوره مش شغل فني او لعبه مدربها بيديها تدريبات وخلاص، لا في عوامل نفسيه مهمه جدا. لكن انا عايز ارجع برضو للجزئيه دي، انت بتخافي من الميه لغايه سن 11 سنه. من 11 سنه ل 10 سنه بنتكلم في 3 سنين. بدات الغطس وانا عندي 12. 12 سنه. بعديها بسنه. بس انا يعني كنت بعوم عادي، بس كنت يعني ميه البحر كانت بتقلقني، كنت بخاف منها. مين اللي ساعدك بقى انك تتخطي الموضوع دوت؟ يعني انت بتخافي من الميه
لغايه سن 11 سنه، وبعد كده من سن 12 بداتي شويه شويه تجربي موضوع الميه. لكن مين اللي ساعدك على ده؟ بابا. احكي لي استاذ اشرف، ساعدتها ازاي؟ والله انا كنت ساعات بحس ان انا بقسى عليها. بتقسى عليها؟ كتير يعني، يمكن اكتر واحده انا قسيت عليها وقلت لها يعني، حتى لما طلعت هي صغيره؟ قبل الصغيره. قبل الصغيره. لما طلعت اول سؤال انت حاسه ان انا ظلمتك؟ ف يعني لما طلعت وبص اتفاجئت، مش عايز اقول لك اعداد الناس كانت قد ايه، اعداد غريبه لدرجه ان في بعض المراكب الناس عشان تقدر تشوف يوم ما طلع طلعوا عليها المركب كانت هتقلب. كانت تقلب فعلا. حاجه خبرك. ف يعني طلعت انا متاكد انها كانت تعبانه وتعبانه جدا، واخد بالك، ولكن منظر الناس والتصفيق والمعنويات اللي اخذتها من الناس خلاها طلعت مشيت على رجليها، مشيت وكملت معانا حوالي 4 ساعات وتتصور مع الناس ومع الصحفيين وبتاع. تمام. طيب كابتن السيد حسن، يمكن ريمي اتكلمت في نقطه ان هي الاصرار والتحدي والعزيمه ده كان تحدي لموسوعة جينيس. تمام. في جزئيه الناس ممكن ما لسه مش واخده بالها منها، موسوعة جينيس بالتاكيد ليها خطوط عريضة وتفاصيل معينة لازم تتفق عليها مع الموسوعة قبل ما تبدأ تخوض المغامرة في التوقيت الايفنت اللي انت بتحدده بالتنسيق مع الموسوعة، عشان أمور كثيرة جدا. عايزك تشرح للناس موسوعة جينيس عشان تاخد الرقم القياسي ده ويبقى رقم قياسي ويعتمد، محتاجة ايه؟ وليه الموسوعة ما اعتمدتوش كرقم قياسي اللي خلتها في الآخر يعني تكسر حاجز التحدي والإصرار قدام الموسوعة جينيس العالمية؟ هو حضرتك بالنسبة للجهة الإدارية كان ماسكها سيادة الأمين أشرف، وطبعا أنا كنت متابع في نفس الوقت، بس هم قبلوا ورقها يعني مش ما تقبلش يعني، وهي اللي كتبت لهم، والإجابة السليمة صح كنت مع سيادة الأمين أشرف، لأنه هو كان ماسك الموضوع الإداري أنا كنت ماسك موضوع الفن، فهو شيء أرى اللي طالبينه منها، يعني طلبوا منها أن تنفذ كل شيء أولا زي ما عملته الغطاسه الاستراليه، ان هي ما تعلاش عن 5 متر، يعني 5 متر ما توصل لهاش، دي حاجه ده تنفذ. الحاجه الثانيه طلبوا حاجه اكتر من كده، طلبوا حاجه واحنا متاكدين منها ان الثانيه ما عملتهاش، ان طلبوا تصوير طول مده الغطس بدون انقطاع ولا ثانيه واحده، لو في ثانيه واحده اتقطع التصوير يعتبر الغطسه برضه كده يعني، عشان يوثق يعني، حطوا لنا ما اعرفش بقى عشان ايفيدنس يعني، حطوا لنا حاجات كتيره ووافقوا على انها، وهي كتبت في اوراقها ان هي 14 سنه، ان انا 14 سنه في كل شيء، في كل كلمه بتكتب، وفي رخصها اللي اتبعتت انها جونيور ادفانس اوبن ووتر. وفي كان مصور طبعا في الايفنت بتاعها وعلى ورقها الموافقه بتاعتهم. تمام. وعلى هذا الاساس كنا شغالين، ونزلنا الميه عادي يوم 3 الساعه 9:30، وطبعا احنا شغالين في الميه ما نعرفش حاجه، ان ليه؟ لان دي موجوده في الميه، وانا موجود طبعا بتابع مع التيم وشغالين وكده. وفي النهايه وهي في الميه طبعا قبلها ب 12 ساعه بعتوا على الايميل بتاعها انها يعني ديسكوالفاي. اها بالظبط كده، ان ورقها غير مقبول. الاول احنا وصلنا ورقك وبنذاكره ازاي يعني، بيتابعوا الورق بتاعها وهي لسه في الميه لسه ما طلعتش، ازاي هم ريسيف للاوراق بتاعتها وللايفنت بتاعها، وبعد كده لا انت ما تنفعيش، كل ده هي لسه في الميه ما طلعتش، يعني شيء خرافي يعني، حاجات كده. بص حضرتك الموضوع بسيط جدا، كلمتين بسيطة. في 14 سنه لما تعمل رقم زي كده وتكسر 38 سنه، مع الرقم بيسجل باسم مصر، وما ينفعش حد يكسره الا 14 او اقل، ما ينفعش 15. واخد بالك؟ بمعنى يعني بيطبق عليه يعني الرقم ده، رينا عملت رقم حققت رقم، عشان حد يكسره لازم يبقى نفس عمرها ونفس الشروط تطبق عليه كل حاجه، واصغر منها او اصغر منها، منها لكن أصغر ما يكونش منها. اكبر ما يكونش اكبر بالظبط. ف لو حصل الموضوع ده مصر
بس انا بقول حاجه، انا عارف بنت كويس وعارف الاوروبيين وعارف خالد. من ربع المستحيلات هتلاقي حد 14 سنه هيعمل كده، انا عارف. تمام. فكان حوالي 99.9% لن يكسر ويحطم هذا الرقم مدى التاريخ. طب في يعني من وجهه نظرك ليه الموسوعه رفضت اعتماد الرقم؟ ما هو وعلى فكره يعني هو برضه رقم مش منطقي، او يعني فكره مش منطقيه من الموسوعه. ما هو بص حضرتك، ريم بعت لهم ودفعت الفلوس، هي اللي بعت، وبعتوا موافقه رسميه ورقيه. وقعدنا حوالي شهر ونص جبنا كل المطلوب، المعدات المطلوبه، بدانا نتدرب جديا وبدات تعمل ارقام طويله. فجه في مره ممثل مصر اللي في مصر قال لي هو ريم طلعت في اي برامج؟ قلت له اكيد طلع برامج. قال لي طب ممكن تبعت لي اللينكات بتاعتها؟ قلت له اوكي، بعتها له. كل ده مثبت في الايميل. تمام. ف 5 ايام بالظبط لقيت تليفون جاي بيقول في مشكله في انجلترا والهيد كوارتر مش موافق وعايزين نقعد نحل الموضوع بهدوء مع بعض. حسيت ان الموضوع ده، قلت له كده الكلام انتهى، مفيش كلام معايا، اي كلام يبقى مع المستشار القانوني وانا معايا الموافقه القانونيه، انا بشتغل صح الموضوع انتهى. وكملت. اخبارك؟ حاجه مش طبيعيه. بس احنا بالنسبه لنا، احنا بصراحه الرقم اللي حققته بالنسبه لنا يعني اهم من موسوعه جينيس، يعني الناس كتير كلها شافت وسمعت وقرت وسمعتها كتير. بصدق الاكونت بتاعها كان موجود لحد يوم 4، يعني كان الاكونت مفتوح اكتف لحد يوم 4 انها شغاله. مستنيين مستنداتك لحد يوم 4 بعد ما نزلت الغطسه الساعه 11 صباحا. 11 صباحا. 11:29 دقيقه الموضوع غير الاكونت خلاص قربت تطلع شبه التلعب. ولكن احنا اهم حاجه عندنا بنتنا فرحتنا، هم عرفوا ان هي حققت الرقم. فقال لك الدنيا اتقلبت لما حسوا ان فضلها 14 15 ساعه وتحقق. اتجننوا، ما كانوش متوقعين. هم اخذوا الفلوس وكل حاجه وقال لك خلاص احنا هي سيبها، هي هتقعد لها ساعتين وتطلع. في شك قانوني في المساله دي بتستأنف على القرار ده ولا خلاص الموضوع منتهي؟ عشان الناس تبقى بس عارفه المساله ديت. ما ينفعش منظمه دي تيجي مصر وتخدع المصريين، يبقى احنا خساره فيها ان احنا نعيش في البلد دي. هقريم هيجيلها ان شاء الله. هنقضيهم جوه وهنقضيهم في الخارج وراهم وراهم. اتليست ان احنا هنكشف كل التلاعبات دي قدام الناس عشان بعد كده نشوف مين المسؤول. يعني اتحاد الكره مسؤول، في جهه مسؤوله عنه بتحاسبه، ولكن مين اللي بيحاسب الناس دي ان هم يبيعوا ويشتروا كده؟ مين بيحاسب؟ مفيش حد بيحاسب. طيب طيب ريم، يعني والدك والكابتن اتكلموا في امور مهمه جدا طبعا انت خارج عنها لانك لاعبه، لكن التحدي ده خلاك تكملي وتحققي رقم قياسي كبير جدا لما عرفتي ان الموسوعه رفضت اعتماد الرقم القياسي ده. قبله على الجانب الاخر استقبال من وزير الشباب والرياضه، التكريم من مصر بقى من وزير الشباب والرياضه، يعني الاستقبال ده يعني او التكريم ده شفتيه ازاي؟ والوزير لما قعد معاك واتكلم معاكي ايه اللي اتقال؟ وعايز اعرف انطباعك عن هذه الزياره. اكيد كنت فرحانه جدا. كلمني يعني كان بيقول لي ان انا فخر مصر، وان حتى جينيس لو حتى لو اعتمد الرقم او ما اعتمدوش ان انا كده فرحت المصريين وان انا عملت اللي عليا. والوزير اداكي درع تكريم؟ تمام. دكتور اشرف صبحي وكانت يعني اتكلم معايا وكانت دفعه معنويه كبيره كانت كويسه، وكنت فرحانه ان انا فعلا حسيت ان انا قدرت افرح بلدي وان انا عملت حاجه تفرح الناس وتفرح اهلي وتفرح يعني مصر كلها. انت بالنسبه لك على المستوى الشخصي والنفسي التكريم ده بالتاكيد اداك انطباع يعني تكريمي من بلدي اهم 100 مره من اي طبعا اكيد. يعني شايفه المساله دي ازاي برضو؟ والوزير قال لك ايه في سياق الحديث وهو قاعد معاكي؟ شفت الحديث ازاي والوزير قال لك ايه؟ هو قال لي ان انا قال لي ان حتى لو جينيس اعتمد الرقم او لا ان انا كده عملت اللي عليا وانا كده عملت حاجه لمصر وان انا فخر لمصر. مظبوط، يعني فرحانه. كلمه فخر لمصر دي انت بتتقال محمد صلاح فخر مصر وفخر العرب، انت بالنسبه لك كمان نفس المعنى بيتقال لك؟ كانت دفعه معنويه كويسه. طيب واحنا بنعرض اللقطات اللي الناس شافتها منذ قليل وانت تحت الميه يعني الميه احنا عرفنا او العصائر الطبيعيه او الحاجات دي اوكي، لكن الاكل يعني الاكل ما بيبقاش فيه اكل عشان ما ينفعش يبقى فيه الياف في جسمي. اشرحي لي الموضوع ده، كنت بتاكلي ايه طيب؟
ما كنتش باكل، كنت بشرب كله مشروبات، كان كله مشروبات عصاير فريش. كان بيبقى فيه حاجات بيحطولي عليها عسل ان هو يدفي الجسم وفي نفس الوقت يديني طاقة ان انا اقدر اكمل. طيب نمتي في 56 ساعة؟ اكيد. طبعا نمت. بتنامي ازاي؟ انا عايز اعرف برضو وانت نايمة المية، طيارات المية اكيد ممكن تحركك في مكانك ولا بتبقي ثابتة في مكانك؟ انا عايز بس المشاهد يفهم في 56 ساعة وانت تحت المية لما كنت بتنامي الدنيا كانت بتبقى بالنسبة لك ماشية ازاي؟ المكان اللي انا فيه ما كانش بيبقى فيه طيارات مية، لا مفيش طيارات هوائية او لا، لو ليها سرير ثابت يعني. ايوه ليها سرير ثابت. بس هي مش بتبقى نايمة على السرير كده، هي بعد ما بنايمها على السرير بنبدا نشيل من عليها الاثقال اللي هي مثبتاها، وبنشيل التانك اللي على ظهرها، وبتستعمل التانك الارضي اللي هو بالفول فيس بتاعها، وبتبقى مربوطه بحاجات معينه، نوع من انواع البلاستيك كده مربوطه بيه. وهي لما تبقى نايمه مش بتبقى مريحه على السرير، لا بيبقى ده على ظهرها، يعني هي نايمه على وشها انما الحمل على ظهرها على بالعكس. يعني حضرتك هي بتبقى كده بس في الاربطه كده يعني. تمام تمام. فلما بنشيل الاثقال من عليها بتعلى هي شويه عن السرير، يبقى النوم التحميل على الظهر، وجميع الاثقال وجميع التنكات اتشالت من على ظهرها، فهي بتبقى فري يعني. طيب. مفيش الفول ماسك كونكتد مع التانك اللي موجود على الارض. طيب بريم لما كنت بتنامي، كنت بتنامي كام ساعه مثلا؟ اطول مده نمتها كانت 4 ساعات. 4 ساعات دي اطول مده؟ طب الفواصل الزمنيه بين كل مره وانت بتنامي يعني كنت بتحسبيها ازاي؟ او ليه بتنامي 4 ساعات او 3 ساعات او ساعتين وبتصحي؟ قلق؟ عشان لا ممكن يكون القلق، وكمان عشان النوم تحت الميه اكيد مش زي النوم فوق الميه. ايه الفرق اللي حسيتي بيه؟ لا اكيد فرق كبير. عايش المشاهد كده في الاجواء اللي انت عشتيها. اكيد يعني اكيد فرق كبير، ان انا مش عايشه في بيئتي الطبيعيه، انا كده بغير العوامل الطبيعيه اللي انا اتخلقت ان انا اعيش فيها. طيب الصوره دي بتاعت المشهد وهي تحت الميه لما كسرت رقم الاعلامي. تمام. وايه اليافطه مكتوب فيها كلام بالانجلش؟ للصف كل واحد كتب لها كلمه. نو اتس اتس 1300 معناها الساعة 1 الظهر. كونجراتليشن يو بروك. بتوثق اللحظة. ده نمبر طبعا، لأن ده شرط أساسي من شروط الإيفنت. وده السرير اللي السرير اللي ده السرير اللي قدام اللي غطسين. تمام. وده المركب ده في كله بقى نط في المية لما كسرت الرقم بقى كله. كله فرحان قبل ما تطلع ب5 ساعات ونص. ريم اللحظة اللي طلعتي فيها من المية أول حاجة عملتيها إيه؟ بعد 56 ساعة. مش بتكلم بعد 5 ساعات، 56 ساعة، يعني إيه اللحظة اللي عملتها وما طلعت من المية؟ هي أول حاجة عملتها قلعت الماسك بتاعي وشلت الرجلتي من بقي عشان هتنفس هوا. عايزة هوا بقى. عايزة هوا. وعملت إيه؟ يعني أول حاجة عملتيها، أول مكالمة تليفونية كلمت مين؟ مين كلمك؟ مفيش، كان في حضن كبير هنا السلم يعني. أول واحد قابلته كان بابا. إيه المشاعر بقى كانت إزاي ساعتها؟ قولي. اتكلمت. لا حضني هو الاول، سالني زي ما حضرتك هو سالني ان هو ظلمني في حاجه، قلت له لا، بعد كده عيط خدني وحضني. لحظات مؤثره فعلا، لحظات مؤثره. طيب الاستاذ اشرف، ايه الرساله اللي تحب توجهها واحنا عندنا بنت مصريه حققت رقم قياسي، سواء اعترفت بيه موسوعه جينيس العالميه للارقام القياسيه او لم تعترف، استقبال وزير الشباب والرياضه، ايه الرساله اللي ممكن تقولها في اللحظه دي لريم او لاي لاعبه او اي حد رياضي عايز يحقق رقم قياسي باسم مصر؟ اللي بيحب مصر لازم يتعب عشانها، وده مش كلام ولا شعارات، بالعكس. لانه مش هينجح الا لو كان له ولاء لبلده زي ما له ولاء لاهله، لكن سقط ولاء من الاثنين مش هيقدر يحقق اي حاجه، مش هيقدر يحقق حاجه، مستحيل، نوع من المستحيلات. لما ريم، السبب الاساسي انا بقول لحضرتك قدامها اهو، السبب الاساسي خلاها عملت كده واصرت، شافتني في الفتره الاخيره بتكلم مع ممثل جينيس كتير واتنرفز ضايق، بقيت ابقى احاول ابص في عينيها اقول لها بصي لو انت حاسه انت تعبانه لحد الايفنت ما تقلقيش انا هتصرف مع الاعلام، هتكلم بصراحه وخلاص. قالت لا مستحيل، لدرجه انها قالت للغواصين لو شفت صابعي ده عمل كده
سهول ما تسمحوليش ان انا اطلع. فاحنا احنا قدام مقاتل صعقه كبير قوي يعني. دخلك واد خاصه. طيب ريم برضه عايز اسالك على جزئيه الدراسه. انت في ثالثه اعدادي. ازاي بقى بتواظبي ما بين الدراسه والرياضه والانجاز والمعجزه اللي انت عملتيها 6-5 ساعات ميه؟ يعني عندك مذاكره وعندك مدرسه وهتتاخدي غياب، في حاجات كتير ممكن تتعمل، وانذار واستدعاء لولي امر. يعني ولي الامر عارف ان انا غايبه، عارف ان انت موجوده، لكن لا عايز اتكلم يعني انت التزام الدراسه والتزام الرياضه، في حاجات كتيره جدا، ازاي بقى بتواجبي بين ده وبين ده؟ والمدرسه كمان عندك عارفين اكيد ان انت رياضيه. اكيد عارفين. فازاي بقى بتعملي شغل متوازن ما بين دي ودي؟ انا بلعب رياضه من وانا عندي 5 سنين. وبس انا بعرف انظم وقتي وعارفه ان كل حاجه ليها وقتها، فالرياضة عمرها يعني ما أثرت على دراستي قبل كده يعني. بس يعني في أيام المدرسة الغطس بيبقى جمعة وسبت، فبيبقى بعيد عن أيام الدراسة خالص، إن هو ما بيأثرش على أي حاجة. أيام الامتحانات بيبقى أسبوع أو أسبوعين مفيش غطس خالص، بيبقى هو المذاكرة بس. وفي الأجازة بغطس في أي وقت. وشاطرة في الدراسة؟ الحمد لله. ده درجات نهائية ولا درجة 2؟ لا درجات نهائية. أستاذ أشرف مستواها الدراسي كمان مع الرياضي يعني؟ لا بص حضرتك صدقني صغير بس فكره كبير. بسم الله ما شاء الله. جدا جدا. طيب كابتن السيد، واحنا بنتكلم عن التدريب بالفعل انت خلاص يعني قلت المرحله دي الاخيره بالنسبه لي واعتزل التدريب ولا؟ لا اعتزل مين، انا هتكمل معاها وممكن تطلع واحد واثنين وثلاثه ولا؟ ان شاء الله. لا مش واحد واثنين وثلاثه، انا مع ريم بمفاجاه جديده ليهم. ليهم بقى؟ ليهم ولينا احنا بقى عشان نفرح في الصيف الجاي عشان المياه تبدا تبرد وفي دراسه. طبعا يبقى لو هي مش هتبطل طبعا، يبقى في حتى لو يوم في الاسبوع تغطس عشان الغطس محتاج على طول تبقى في المياه موجوده. ولما نبدا بقى اول ما الصيف يجي ان شاء الله في مفاجاه. ممكن نحضر حاجه تانية الفتره الجايه؟ ان شاء الله ان شاء الله، يعني الصيف الجاي باذن الله. الصيف الجاي؟ الصيف الجاي الحاجه، انما التهيئه وكده ده من دلوقتي بنبدا فيه يعني. ده هو احنا قاعدين هنا بنتشرف بوجودنا معاها وبالانجاز اللي عملته، وعايزين نقعد تاني برضو نيجي هنا ونقول احنا عملنا ايه تاني ان شاء الله الصيف الجاي ان شاء الله باذن الله. ريم كلمه اخيره في ختام هذا الحوار، تحبي تقولي ايه في ختام هذه الفقره؟ عايزه اقول لكل الناس اللي دعمتني شكرا، ان هم كانوا يعني سبب كبير في الموضوع ده نجح. وعايزه اقول لكل الناس اللي في سني ان هم لو عندهم موهبه معينه، حاجه هم متميزين فيها، لازم يطلعوها في حاجه مفيده، ولازم يجربوا. ان هم ما ينفعش يقولوا ان هم مش هيقدروا، لازم يجربوا الاول وبس. طيب استاذ اشرف كلمه اخيره. نفسي ريم دي تبقى مليون ريم في مصر. اتمنى اتمنى كده يعني. الانسان المصري يقدر يعمل المعجزات. بالظبط كده. وده اللي يعني عايزين نوري الغرب بقى، يعني بطل ان احنا بقى نتوهم بالعين الملونه والشعر الاصفر. لازم نوريهم احنا انتوا جاي لكم جيل، هو ده الجيل اللي جاي لكم، ده اللي هيبقى في الدم. كابتن السيد حسن كلمه اخيره تحب تقولها لريم و لكل الرياضيين بشكل عام؟ لريم انت يعني رفعت راسنا وشرفت مصر، وان شاء الله هيكون في اكتر من كده تاني ومنتظرين منك معجزات تانية. اكيد ان شاء الله. اكيد باذن الله ان شاء الله. مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، فقره حواريه بالتاكيد كانت مختلفه تماما في فكرتها وفي مضمونها وفي تفاصيلها. معانا معجزه يعني ريم اشرف، انا بقول بنت مصريه على طريق العالميه، لكن معجزه بتعبر بجد عن طبيعه الانسان المصري. والطبيعة واحنا بنتكلم عنها مش بنتكلم على انسان في سنه او حتى كبير متخطي مثلا سن الرشد او حتى متخطي عام الـ30 او الـ40، لا بنت مصرية او عقلية الانسان المصري عندها 14 سنة وعندنا اعمار سنية اقل من كده بكتير، في تفاصيل وفي افكار عندهم اكتر من كده، عشان البلد دي بالتأكيد هتقوم من خلال هذا الجيل اللي بيبدأ مشواره، سواء في بقى المشوار الاقتصادي او السياسي او الاجتماعي او الثقافي او الفني. عندنا طوائف كثيرة جدا داخل المجتمع المصري في افكار وفي عقليات تقدر
بإذن الله تحط البلد بالتأكيد على مصاف الدول العالمية في مجالات كثيرة وفي تقدم في أمور كثيرة جدا. ودورنا هنا في قناة النادي الأهلي نلقي الضوء، سواء هي حتى كمان بنت من بنات النادي الأهلي بدأت لعبة الكاراتيه أو حتى ألعاب أخرى أو حتى اتجهت إلى الغطس، لكن بالتأكيد الأندية المصرية والنادي الأهلي في أمثلة كثيرة جدا لو توفرت لها الإمكانيات هتقدر تحقق أرقام قياسية ويكون عندنا رياضيين على أعلى مستوى. أنا بشكركم شكرا جزيلا، فقرة بجد مفيدة جدا للمجتمع المصري والمجتمع الرياضي بشكل عام، لكن ما تروحوش بعيد، الفقرة القادمة فقرة مختلفة أيضا، معنا الكابتن خالد العوضي المذيع اللامع وعنده فقرة استثنائية مع نجوم لعبة الاسكواش، عدد من اللاعبين المتميزين وأيضا المدير الفني المتميز لعبة الاسكواش والحائل العديد من الألقاب منذ أن تولى المسؤولية كمدير فني الكابتن ناصر زهران.